أهمية الرياضة للناس كلهم حتى كبار السن، يعني اللي فوق 50 سنة. حنا يمكن كثير من الناس تلقاهم يمرضون، لا تقاعدوا، قعدوا ما تحركوا، وبالتالي يعني حتى لا نفسيا لا جسديا تلقى الواحد فعلا قد يتعب ويتضرر. والمشكلة أن فعلا اللي يتقاعد يحسب أنه لا خلاص بيرتاح، تكاسل وتخامل، رغم أنه الآن في مجتمع أصبحنا أول من مجتمع متحرك إلى مجتمع ضغطة زر، فصارت قل الحركة في جميع أعضاء الجسم سواء كانت ذهنية حركية كل شيء. فالآن بالعكس المتقاعد هذا وقت أنه يبدأ يمارس نشاط بدني عشان يحسن مستوى الوقاية والابتعاد عن أمراض العصر اللي انتشرت الآن، سكر، ضغط، وغيرها من الأمراض اللي تؤثر على جسدك والأعضاء الداخلية بسبب عدم ممارستك النشاط البدني وعدم اتزانك. بالعكس المتقاعد يفضل والأفضل له أنه يمارس نشاط بدني مع التغذية الصحية، لكن يبقى النشاط البدني هو اللي راح يحسن وراح يسوي عنده مناعة، وأضف ذلك راح يقوم هذا الجسم وراح يحسن مستوى الوظائف الداخلية في الجسم. كثير الآن وجدنا الآن يمكن تشوفه في المصليات المساجد، الآن أصبح اللي أعمارهم 50 أكثر من شيابنا الأولين اللي كانوا يقومون يجلسون في الروضة، صحيح صار كلهم يجلسون في الكراسي، كلهم كل واحد عنده مشكلة في مفاصل الركب وزيادة الوزن كله بسبب الخمول والكسل اللي قاعد يسود المجتمع. زادت الكراسي بالمساجد، زادت الكراسي اللي تلاحظها، كان أبانا وأجدادنا رغم أنه يتعب يقوم على عصا، الآن صار مجتمعنا جالس على كرسي كأنه ما أدري كان صارت عادة ما أدري، وكلها بسبب زيادة الوزن وآلام الركب، كلها بسبب ضغط عدم الحركة أثرت.